هذان خصمان اختصموا في ربهم، أي في شأن ربهم. واختلف العلماء في معنى الآية على أقوال ثلاثة. قال عكرمة رحمه الله تعالى تلميذ ابن عباس، قال: المتخاصمان هنا الجنة والنار. تقول الجنة: خلقت، خلقني لرحمته، وتقول النار: خلقني لعذابه. ويؤيد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار فقالت: هذه، أي النار، يملأني، يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت: هذه، أي الجنة، يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل، أي للنار: أنت عذابي أصيب به من أشاء. وقال عن الجنة: أنت رحمتي أصيب بها من أشاء، ولكل علي ملؤها، وعد الله الجنة والنار أن يملؤها. هذا قول عكرمة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، قال: إن قول الله عز وجل: هذان خصمان، الخصمان هنا أهل الكتاب والمؤمنون. فأهل الكتاب يقولون: نحن أولى بالله منكم، نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم. والمؤمنون يقولون: نحن أولى بالله منكم، آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وآمنا بنبيكم، وآمنا بما أنزل إليه من كتاب، لكنكم كفرتم وتركتم ديننا حسداً. وهذا قول الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما. القول الثالث، وهو قول الجمهور وهو أصح الأقوال ولا أشك في صحته، ما رواه مسلم رحمه الله في الصحيح من حديث قيس بن عباد قال: إن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقسم بالله، أبو ذر كان يقسم بالله، إن قول الله عز وجل: هذان خصمان، إنما نزلت في من تبارزوا يوم بدر، في عبيد بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، ويقابلهم شيبة وعتبة بن ربيعة والوليد بن شيبة. فكان أبو ذر يقسم أن هذه الآية نزلت في هؤلاء الثلاثة من المؤمنين والثلاثة من الكافرين. وهذا الحديث ختم به الإمام مسلم رحمه الله صحيحه. وهذا القول قول الجمهور، ويؤيده قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح، قال: إني لأول من يجثو بين يدي الله يوم القيامة للخصومة. ثم تلا قول الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم. والمراد أيها المباركون ذكر أقوال أهل العلم.